This is why today it is my great pleasure and honor to والعراق بشكل عام، ومما لا يخفى على الجميع وكافة تحديدا المختصين في هذا المجال التحديات الكبيرة التي يواجهها بلدنا العزيز من التغيرات المناخية climate change والglobal warming الاحتباس الحراري، والتي باتت مقلقة ومهددة للأمن القومي والأمن الغذائي والمائي في بلدنا، حيث تشير الدراسات الأولية أن العراق هو خامس أكثر دولة في العالم تتضرر من ظاهرة التغير المناخي، مما يعكس ذلك على تداعيات كارثية على الزراعة والغذاء وأيضاً مصادر المياه في بلدنا العزيز. ومع ارتفاع درجات الحرارة وجحة الأمطار التي تنذر بالخطر والتصحر في مناطق شاسعة من الأراضي الزراعية وصعوبة الوصول إلى مصادر المياه، وهذا ما أشارت إليه التقارير المحدثة بهذا الخصوص، حيث أنه يعاني أكثر من 7 ملايين عراقي من عدم القدرة إلى الوصول إلى مصادر المياه والغذاء والكهرباء لسد حاجاتهم، وهذا ينبئ بحدوث كارثة إنسانية في بلدنا، إضافة إلى التحذيرات الدولية من انعكاسات الأزمة المائية والغذائية التي تعصف بالعراق ومختلف دول المنطقة جراء الجفاف والتصحر، بالإضافة إلى تراجع منسوب المياه الجوفية وتراجع القطاعات الزراعية والإنتاجية الأخرى.
ومن هنا في هذا الملتقى العلمي والتجمع الأكاديمي المبارك يبرز دور الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية ومراكز إدارة الكوارث وغيرها من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات المحلية والمنظمات المجتمع المدني في السعي في تثقيف المجتمع بشأن تأثير التغيرات المناخية والسبل احتوائه من خلال زيادة الغطاء النباتي والاستخدام الأمثل لمصادر المياه. ومن هنا ندعو أيضا تخصص الزراعيين والكليات الزراعية والباحثين في مجال الزراعة تشجيع جانب الزراعات والزراعة والصناعات الغذائية وتحسين الإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي الزراعية وتكثيف زراعة الأشجار واستخدام المصادر الخضراء لإنتاج الطاقة الخضراء وتقليل الانبعاث الحراري وأيضا استخدام الطاقة البديلة والنظيفة ودعمها بشكل كبير. ونحن كجامعة تقنية شمالية وتحت شعار الجامعة الخضراء أطلقناه منذ نيسان الماضي والتي تجسد فيها طموح الجامعة ونظرتها المستقبلية التي تلوح في الأفق لجامعة خضراء ومنها الانطلاقة إلى موصل الخضراء. ولا زالت ترتقي جامعتنا بتوجهها وأهدافها ومساراتها التنموية نحو تحقيق هذا الهدف الذي سوف ينعكس على المحافظة وتحسين البيئة والانطلاق نحو بيئة خضراء وبيئة نظيفة. وما ذلك إلا مواكبة لتوجه العالم الحديث للتصدي إلى ظاهرة الكلايمت تشينج التغيرات المناخية والجلوبال وورمينج الاحتباس الحراري. وأن الدور جامعتنا دور فعال جدا في هذا المشروع ومساهمة الجامعة كانت الانطلاقة في مبادرة نينوى الخضراء التي أطلقتها مؤسسة عين موصل وبالإضافة إلى أنها كانت داعمة إلى مشاريع أخرى لتحسين البيئة كجزء من دورنا نحو محافظتنا العزيزة. وفي هذا المسار فنحن كجامعة تقنية شمالية مستمرين في دعم أي نشاط يصب في مصلحة الإصلاح البيئي والتنمية المستدامة وتشجيع وبناء البنى التحتية الخضراء والمشاريع الخضراء. ومن التحديات التي يواجهها العالم أجمع من حيث التغيرات المناخية وزيادة المساحات الجرداء والاحتباس الحراري التي ذكرناه يهدد بشكل كبير مستقبل بيئتنا في محافظة نينوى بشكل خاص وفي عموم بلدنا العزيز بشكل عام. لذا يجب علينا أن نتكاتف ونوحد الجهود لمواجهة تلك التحديات وزيادة الوعي المجتمعي حول الكلايمت تشينج التغيرات المناخية وآثارها السلبية على المجتمع والبلد. ونحن في ترحيب مستمر للمشاركة في أي نشاط أو مساهمة يدعو هذا التوجه. وأخيراً وليس آخراً نتمنى أن يخرج هذا الملتقى بتوصيات مثمرة يمكن تنفيذها على أرض الواقع والبدء بخطوات جدية لمواجهة هذه الكارثة البيئية. ونحن كجامعة تقنية شمالية بدأنا بخطوات جادة لنثبت أن الجامعة والأكاديميين تقع عليهم المسؤولية الأكبر لمواجهة هذا التحدي الكبير من خلال تشكيل فرق بحثية تعنى بموضوع التغيرات المناخية وأيضا تحضير دراسات وإحصائيات من قبل المختصين والناشطين في هذا المجال. وفي الختام أود أن أعبر عن شكري الجزيل لكل من ساهم في إنجاز وتنسيق وتحضير لهذا الملتقى المهم جدا وهذا الحدث وأخص بالذكر منهم أنا أسميهم دائما أبطال مؤسسة عين الموصل الذين كان لهم دور كبير ومتميز في إطلاق مشروع موصل الخضراء من أرض الجامعة التقنية الشمالية والتي شهدت زراعة 4 غابات صغيرة داخل الحرم الجامعي دخلوا أكثر من 1500 شجرة ومن ثم أطلقت الحملة إلى كافة أحياء جامعة الموصل. ومن هنا من هذا المنبر من حرم جامعة موصل الجامعة العريقة جامعة
موصل الغراء أدعو إلى أن تكون هذه الملتقى هي نواة لمؤتمر دولي كبير جدا يشارك به الباحثين والأكاديميين بكافة التخصصات المهتمين والناشطين في هذا الموضوع لتقديم الأبحاث والدراسات التي تصب في إيجاد الحلول والمقترحات لمواجهة هذه الكارثة البيئية. وأخيرا لكم مني أجمل وأرق التحايا مع تمنياتي بنجاح هذا الملتقى وبوركت كافة الجهود القائمين على هذا العمل الرائع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله ولي التوفيق. شكرا لتقدير لجلالة.